يوم الأربعين، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. هنا كربلاء، حيث يجتمع الملايين لإحياء ذكرى 40 سيد الشهداء عليه السلام. بعد قطع مسافات طويلة من أنحاء متفرقة نحو معشوقهم وملهمهم، يصل الزوار إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام. لبيك يا حسين! بعد وصولهم يلقي الزوار بكل مفردات الحب والشوق واللوعة التي في الصدور، مخاطبين سيد الشهداء أرواحنا له الفداء، بنص مقدس عن إمام صادق من آل محمد يلخص فيه خصائص جده وتاريخه، أنه وارث حجج الله ورسله آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى عليهم السلام، ورسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. خلف تلك العيون قلوب تتكلم لغة واحدة بالرغم من اختلاف الألسن. زرتك مشتاقا، زرتك مشتاقا إلى هذه الصرخات، مشتاقا إلى هذه الدموع، إلى هذه الندبة، إلى هذا الحنين، مشتاقا إلى أن أكون مع جابر، مع السبايا، مع زين العابدين، مع أهل البيت وكل من طاف حول قبرك الشريف. في المسير إلى جنة الحسين عليه السلام، الحب هو المنطلق والوصال هو الغاية. يقف الزوار خلف القبر المطهر لسيد الشهداء عليه السلام، يتمسكون بضريحه ليشموا ريح الجنة الحسينية عن كثب.